مشاهدونا مشاهدو في الجون، اهلا بيكم مستمرين في تغطيتنا لانتخابات نادي الزمالك ومحاولتنا للتعرف على البرنامج الانتخابي لكافه المترشحين. النهارده هيكون ضيفنا احد ايضا المترشحين لانتخابات الزمالك، وضيفنا كمان ليس غريب ابدا عن نادي الزمالك لانه سبق وعمل في النادي لسنوات طويله، استاذ شريف اسلام مدير التعاقدات السابق في نادي الزمالك و المترشح حاليا لعضوية انتخابات نادي الزمالك في اكتوبر 2023. اهلا بيك يا استاذ شريف. اهلا بيك، ازيك، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، مبسوط ان انا معاك جدا. حضرتك مترشح لانتخابات الزمالك، جات لك منين فكره الترشح اولا؟ وعايزين نبدا كده من البدايه. ف ما كنتش انت كده توليت مناصب اخرى سواء الزمالك او خارج الزمالك في عملك الخاص، ولكن جات لك منين فكره ترشح لانتخابات الزمالك المره دي؟ بص، قبل اي حاجه انا مبسوط جدا ان انا موجود معاك هنا النهارده، لانه في الجول كان بالنسبه لي اول حاجه تقريبا اشتغلت فيها في المجال الرياضي سنه 2002 2003، كان لسه بالبدايات وكانت التغطيه بس للكره الاوروبيه. اشتغلت معاهم حوالي فتره مش كبيره يعني، بس كانت ممتعه جدا. بس الواحد ما كانش الظاهر بقى شايف قدام ان حجم التطور هيبقى كده، والنهارده ان انت التكنولوجي والانترنت هي اللي بقت متحكمه في الموضوع. يعني انا راجل اشتغلت في نادي حوالي 12 سنه، بشوف انه خلاص بقى بيجي عليك وقت، لا انت لازم تروح لمنطقه مختلفه، انك تشارك في وضع السياسات العامه للنادي بما ليك من خبرات، سواء جوه النادي من خلال معرفتي بامور كتيره جدا، وخصوصا في دولاب العمل داخل النادي سواء اداري او فني. كنت انا ده بتكلم فيه عن قطاع الكوره، ومضاف اليه طبعا ان انت وانت بتشتغل في اي مكان بتشوف وبتطلع على اغلب الامور الداخليه اللي جوه النادي، سواء الخاصه بالاعضاء او الخاصه بالامور الرياضيه. من هنا جات لي الفكره انه انا نفسي اخدم النادي ونفسي اخدم المكان اللي بحبه، بس بالشكل اللي اقدر احاول يبقى عندي اضافه او اسهام حقيقي. فشفت ان ده ممكن يكون من خلال مجلس الاداره يعني، فقررت من هنا نترشح بالظبط مع بشكل فردي مش مستقل. تمام. في العادي بنسال الناس بنقول لهم ايه برنامجك الانتخابي، ولكن هل يبدو هذا السؤال بيبقى منطقي لما يبقى المترشح على منصب العضويه ومنفرد؟ ما انت هتحط برنامج ازاي وازاي تقدر تضمن تنفيذه وانت مش في قائمه هتتخذ القرار مساندا ليك بالضروره، ولا عندك الصلاحية ان انت تتخذ القرارات دي؟ فازاي ممكن حد مترشح على منصب العضوية بشكل فردي يقدر يحط برنامج انتخابي ويلتزم بتنفيذه ويوعد به؟ في البداية اوريدي فعلا انا عامل برنامج انتخابي، لانه وجهة نظري الحقيقة انه نادي الزمالك محتاج الفترة اللي جاية لفكرة العمل الجماعي. وبعدين انت بتتكلم في برنامج انا بشوفه مفيد جدا للنادي في كل يعني المناحي الخاصه بالنادي، سواء كانت خدميه للاعضاء او رياضيه على المستوى الرياضي او حتى افكار انشائيه او مش انشائيه، يعني هي التوسع والامتداد في فروع اخرى. فبشوف انه برنامج مناسب لجميع المهتمين بامر نادي الزمالك سواء اعضاء او جماهير، فهو برنامج قابل للتنفيذ، الياته اوريدي محضرها، هعرضها على المجلس في حال اذا ما وفقت، واذا لم اوفق واحتاجوا الدعم هدي لهم برضه، لانه هو قابل للتنفيذ. وفعليا بدات اتواصل مع بعض الجهات اللي هي مرتبطه ان احنا هننفذ هذا البرنامج. فلو انت بتقدم حاجه كويسه فما تتصورش ان المجموعه اللي هتبقى موجوده انها ترفضها، ولو قدر لي وكنت موجود هعرضه، والله لاقى قبول الزملاء كان بها، في حد عنده افكار احسن وافضل طالما حاجه لخدمه النادي ليه لا. طيب لازم يبقى السؤال التالي بالتبعية طبعا، ايه هي اهم بنود البرنامج الانتخابي؟ اكتر الحاجات اللي شاغلة كتير من اعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك الامور المالية. فطبعا الـ 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 البرنامج فيه ملف اقتصادي بمعنى تنمية موارد حقيقية، مش زي لجان تنمية الموارد اللي كانت بتسمى لجان ويتواجد فيها ناس وما كانش بيبقى ليها مردود. في افكار واضحة ومحددة لده، سواء في الفرع اللي موجود هنا في المهندسين او في الامتداد ان شاء الله الاول في اكتوبر. الملف الخدمي للاعضاء، لازم اعضاء النادي له خدمه افضل من كده بكتير، سواء خدمات لابنائهم، خدمات للاعضاء نفسهم، خدمات طبيه ورعايه طبيه. برضو تفاصيل ده كله موجوده في البرنامج بشكل مفصل، واليه التنفيذ. فرع اكتوبر انا بشوفه ان هو المستقبل لنادي الزمالك في الاربع سنين اللي جايين، لانه كمان في خلال الاربع سنين جايين من ضمن البرنامج ان شاء الله ان احنا بنحاول مثلا
بعد فترة سنة أو سنة ونص من وجود المجلس، وبعد ما يكون بدأ فعليا في الانتقال أو الامتداد في فرع أكتوبر، لازم إن احنا نتواصل مع الدولة سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو وزارة الإسكان لتخصيص أرض للنادي. في تصور محتاجين حاجة في شرق القاهرة، التجمع سواء التجمع الخامس أو في العاصمة الإدارية، لأن ده الامتداد الطبيعي خلاص للقاهرة، عشان برضو يبقى نادي الزمالك لا يليق إن هو يبقى لغاية دلوقتي 112 سنة أو دخل في 113 سنة مفيش غير فرع واحد. مفيش غير فرع واحد. دي أهم الملامح بتاعة البرنامج. الحاجة المهمة كمان اللي أنا كنت بصصلها الحقيقة في البرنامج، لأن أنا في خلاله وأنا بتمشى وجولات جوه النادي، الشق الرياضي بالنسبة لأبناء الأعضاء، الناس بتلاقي مشكلة كبيرة جدا إنه في بعض الأوقات في ناس عندها نوع من الشعور إن في محاباة لبعض الناس وهكذا. ده لازم ينتهي، لأنه أنت النهاردة الولد الصغير لو شعر إن هو في مكانه وناديه عنده إحساس بالظلم، أنت كده مش بتزود جمهور الزمالك واحد، أنت ممكن تنقص من جمهور الزمالك أسر كاملة. والهدف طبعا زيادة الشعبية أكتر وأكتر، اللي هي الحمد لله موجودة في مصر بعشرات الملايين وفي الوطن العربي كله. لازم أطلع ولد صغير عنده الانتماء لناديه، بيحب ناديه. هتحب مكانك إزاي لو ما كانش فيه عدل؟ أنا ما بقولش إن ده حاصل، بس ده سمعته، فمحتاج ده أشوفه وننزل على أرض الواقع ونحط آليات لمنعه. تسمح لي بقى ان انا اكون اللي هو ايه محامي الطرف الاخر عشان نطلع منك احسن استفاده. طب دي الملامح العامه. فانت مثلا من ضمن الملامح العامه للبرنامج بتقول ان احنا هننمي موارد النادي. تمام. اعتقد ده عامل مشترك في كل الملفات بتاعه المرشح. مفيش حد بيترشح الا بيقول هننمي موارد النادي. اكيد. بس هننميها ازاي؟ اعتقد ده اللي هيفرق شخص عن الاخر. اولا الفرع في النادي هنا لازم يحصل فيه نوع من انواع التفريغ لبعض الاماكن فيه. يعني مثلا ملاعب الناشئين، انا بشوف انها لازم يكون اول حاجه تتحرك لفرع اكتوبر عشان نقدر ننقل الناس عليه. فانا من هنا بوسع مساحات، فهيبقى عندي جزء ممكن استخدمه بشكل بشكل تجاري جوه النادي. سور النادي بالكامل، الاعلانات والشاشات اللي حوالين سور النادي لابد من استغلالها بشكل مختلف، لان دي من الحاجات اللي هي بتبقى يعني استثمار مستمر. يعني طول ما انت شغال انت عندك دخول شهريه. ده بالنسبه لفرع المهندسين، لان فرع المهندسين يجب استغلاله بشكل أفضل وإعادة شكله بشكل تاني. ثم الامتداد لأكتوبر. الامتداد لأكتوبر لو أنا النهاردة رحت بمجموعات من القطاعات الناشئين في الألعاب المختلفة وبدأت بيها وافتح العضويات على فرع أكتوبر، أنا يعني عندي فكرة تبدو بسيطة، يعني هو زي أي مكان، مثلا أول 5000 عضوية مثلا ب 150,000 جنيه، وتاني 5000 عضوية ب 200,000 جنيه، ده هيدخلك 1,750,000,000 جنيه. اتصور ان ده رقم تقدر تبني عليه حاجات كتير، سواء في انشاء استكمال انشاء الفرع. الراعي بتاع نادي الزمالك هو مطور عقاري في الاصل، فمش شرط اخد بس كل اللي انا اتحصل عليه من الراعي الحالي معايا. ده لسه هنتكلم على موضوع الرعاه. الراعي الحالي اللي موجود معايا لازم استفيد من مجال تخصصه، لان هو هيقدر بحكم ان هو موجود في هذا المجال وفي هذا السوق انه يجيب لي منفذين عقاريين يقدر يبني لي مبنى في مقابل انه مثلا بياخد في مقابله وحدات او محلات في المكان اللي هناك. كل الامور دي بقول لك موجوده في الملف بشكل مستمر. موضوع الرعايه، النظر دي لازم بشكل مختلف، لانه ارقام الرعايات عموما قتلت بحثا والناس بتتكلم فيها، ويقول لك اصل الاعداد واصل الجماهيريه والشعبيه. حاضر، بس تعالى حضرتك بقى لازم نقعد انا وانت بقى بارقام. انت بتقول لي انت الشعبية والاخر يبدو ان شعبيته على اول منافس، يعني مش بقلل اصلا. يعني لا، لازم نقعد. ارقام نادي الزمالك لازم تبقى مقبولة ومناسبة لشعبيته وجماهيريته. جمهور نادي الزمالك كمان، يعني مثلا في وقت من الاوقات في فترة من فترات اللجان، احد المرشحين، يعني هو لي كامل الاحترام عشان برضو ما يبقاش اعلان، يعني ساهم بأمر ما في موضوع زيزو وهكذا، أسهم شركته علي. يعني بص، أنا بتكلم حتى عن مرشحين آخرين، أنا ما عنديش في ده، أنا نفسي النادي يبقى كويس. فلا، نادي الزمالك جمهوره بيتحرك، وجمهوره لما بيلاقي في حاجة بيتحرك ويتفاعل. فأنا مش عايز من الجمهور أن أنا فكرة التبرع، لا 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 لا، نادي الزمالك مش هينفع تاني يمشي بتبرعات، لأنه فترة التبرعات عملت لنا أزمات كبيرة جدا. ما ينفعش نادي الزمالك مثلا يبقاش عنده حسابات في بنوك، ما ينفعش الزمالك ما يتعاملش بأفكار الودايع. الودايع دي بقت أمر مهم جدا في مجال الرياضة، وخصوصا الحمد لله أنت في دولة أنت عندك
فوائد البنوك ارقامها جيده جدا. يعني انا النهارده لما احط مثلا 200 مليون جنيه في بنك هيجيبوا لي في السنه كام؟ في حدود سيدي لو قلنا 20 مليون عشان رقم يبقى اسهل، هيطلع لك في السنه فوق ال يعني في حدود 2 مليون جنيه واكتر، 3 مليون و700 17% يعني ال 10% تعمل حوالي 3 مليون و700 3 مليون و700 الف. ال 3 مليون و700 الف دول ممكن اخدهم اصلا اعمل بيهم مثلا حاجه للموظفين، ممكن اعمل بيهم خدمه للاعضاء، انا ممكن اعمل لهم بيها رعايه طبيه. يعني انا النهارده لو انا حصلت من كل عضويه، النهارده عندي مثلا حوالي 100 الف عضو، مع الاشتراك 200 جنيه من كل عضو هيطلع لي 20 مليون جنيه في السنه، احطها وديعه طبيه باسم الاعضاء هتطلع لي الرقم ده في السنه. لو طلعت لي في السنه 3 مليون جنيه او 4 مليون جنيه اخد اي مكان في النادي مجموعه من الاماكن اعمل 7 8 عيادات بافضل دكاتره والعضو يدخل يكشف ببلاش. يعني اقصد الامور، بص لو انت عايز تعمل حاجه الافكار موجوده وكتير. طيب ده هياخدنا بقى نقطه تانية برضو من الاسئله هتيجي في ذهن الناس. حضرتك كان ليك منصب تسويقي في نادي الزمالك قبل كده، تمام، لماذا لم تتم هذه الافكار؟ انا بدات في النادي من 2010 او اواخر 2009. في الفتره دي كان في وكاله وحيده هي مسيطره على الامر وهي كانت وكاله الاهرام للاعلام، وطبعا معروف كان فروق الارقام وحتى توقيتات ان هو بيديك مبالغ الرعايه الخاصه بيك. في الوقت ده كان شويه الدوري منتظم يعني عن دلوقتي، فكان نهايه فتره القيد الصيفيه كانت بتبقى في 31/8، يجي يبعت لك فلوسك اللي هي ربع المنافس اصلا يوم 29/8. فما تلحقش تجيب صفقات، فما كانش السوق بمعنى اصح في القابليه. وحتى لما حصل وجبنا شركات اخرى من خارج الوكاله تم يعني ما قدرتش تكمل، لان السوق كانت الوكاله مسيطره على اغلب المعلنين الكبار او سوري او جهات الاعلان سواء تلفزيونيه او مقروءه او مسموعه في الوقت ده، لان كان لسه في الوقت ده فكره الجرايد الورقيه لسه مستمره. عدت المرحله دي ودخلنا في 2014 بدات دخول شركه اخذت امور النادي كلها. انا في الوقت ده انا كان عندي تحفظ لان انا كان لازم احتفظ للنادي ببعض الاوجه اللي انا اقدر ابيعها منفصله، ولكن في الوقت ده خلي بالك برضو اتصور ان متخذ القرار في الوقت ده هو ما صدق انه يلاقي رقم كبير، لان النادي كان فعلا فيه ازمات. فجالك شركه حطت رقم وبقيت بعد كده دخل في القطر بقى بتاع هذه الشركه اعداد كبيره جدا من الانديه، يبقى وصل حوالي 16 او 17 نادي في الوقت ده. فكان شكل التعاقد مع هذه الشركه كان بالشكل ده. فدراعاتك التسويقيه خلاص، لان انت منتجك كله ما بقاش بتاعك. الوقت ده اتصور ان اللي اتخذ القرار في الوقت ده كانت واجهت وجهه نظره انه دي اقصى حاجه قدر يجيبها. فهمني؟ بس انت ما كنتش موافق على الحل. النقطه دي مش كل، لا الديل طبعا كويس، بس اقصد كان في امور لازم تترك للنادي. يعني مثلا الاعلانات داخل النادي الاسطوره بتاعتي، اعلانات الفرق الجماعيه هو اخدها وما قدرش يسوقها، فاهم قصدي؟ يعني هو خد حقوقها وما قدرش يسوقها، فبيت انت لما تيجي تجيب معلن فانت لازم برضو هترجع تروح له، فممكن هو بالنسبه له الرقم مش مرضي. بس انت في بعض الالعاب اتليست انا لو جبت ليها راعي غطى لي تكلفه اللعبه دي في السنه يبقى انا عظيم طبعا. عملت اوف لودنج لنفسي من قطاع. ده كان الشكل بتاعها، لان انت كنت بتنتقل ان انت من ما فيش حاجه خالص. انت كان المنافس في الوقت ده في 8 و9 و10 و11 لما ياخد هو 30 و35 و40 مليون بقيمه ال 40 مليون وقتهم اللي هم النهارده يبقوا مثلا كان دولار ب 7 جنيه، ده ال 30 فانت تضرب في اربع اضعاف، يعني اللي هو ال 40 يعني ما يوازي 160 مليون، وانا كنت باخد 3 و4 مليون جنيه، فاهم قصدي؟ هو الفرق في التسويق او في القيمه التسويقيه بتاعت الزمالك اللي هو قصاد المنافس اللي هو طبعا الاهلي، ليه مسؤولية مين؟ هل هو ظلم للزمالك ولا هي مسؤولية الزمالك نفسه اللي مقصر في حتم البراند بتاع الزمالك وبيقلل من قيمته ما أدى إلى هذا الفارق الشاسع؟ في إجابتين. الجزء الأولاني، إحنا فكرة البراند محتاجين نشتغل فيها بشكل كويس قوي لأن هي تعرضت لاهتزازات، وفي نفس الوقت كان الشركات المسيطرة على سوق الإعلان كان عندها ميول، لأن برضه بس هو حد بيفضل الميول على مصلحته الشخصية؟ لا يعني هيحط فلوسه ما يكسبهاش؟ لا لا أنا ما هو قبل 2014 قبل ظهور الشركة اللي بنتكلم عنها وكالة الأهرام في النهاية، أنا آسف يعني هي ملعن من أساسيات اللي حاجة اسمها الكونفليكت يعني الصراع المصالح،
لا يليق ان حضرتك تبقى رئيس نادي، في نفس الوقت حضرتك انت اللي بتدير الامر الاعلاني اللي هو بيدخل النادي فلوس، وده كان متروك والناس بتتعامل معاه انه بقى امر طبيعي، وقال انه في الحقيقه اصلا حاجه يعني حاجه ضد المنطق. وكاله الاهرام كان بتنجح. لا ما انا جاي لك. وفي نفس الوقت هو اللي معاه الحجم الاكبر من الواجهات الاعلانيه، فطبيعي ان المعلن هيكسب. فوالله وهو وانا جاي لك هعلن عندك اقول لك لا والله انا هوديك لنادي اكس، حتى لو انا عايز اروح العكس يقول لك لا لا ده انا بعمل كذا وبعمل كذا، ويديك يعني امتيازات اخرى وزياده، وده طبيعي كان حد بيخدم المكان بتاعه. بس هو ما كانش من الاصح ان الاشخاص دي مع احترامي ليهم كاشخاص ان هم موجودين في الاماكن دي، فاهمني؟ فده اساسا من البدايه كده بوظ لك حته من السوق. لما بدا السوق نخش في مرحله انه يعتدل بدات الارقام تقترب من بعضها، الفرق ما بقاش بالحجم ده. ممكن السنه الاخيره رجع تاني الجاب عالي شويه. ليه بقى؟ لانه انا بشوف انه السنتين ثلاثه الاخرانيين من الارتباك وعدم الاستقرار جوه النادي ووجود لجان، وترجع تاني مجلس ينتخب ويرجع تاني مجلس. انا لو واحد بحط فلوس استحاله، لان النهارده بقت الفكره جوه السوق عن زمان شويه فيها مال خاص مش مال عام. خلاص بقى كل واحد بيبص في فلوسه. انا بعلن معاك النهارده انا مش ضامن اصلا، ممكن بكره تيجي تقول لي لا انا مش معاك. على ذكر تحصيل الفلوس اللي هي بتاعه 2014 اللي انت بتقولت عليها، ان هو الديل كان بيشمل ان انت بعت كل حاجه تخص النادي، ده حاجه مشابهه ليه بقى حصلت او الناس كلها بتتكلم عندها، هي محلات سور نادي الزمالك. تمام. اللي بعضها محلاتها محصل ايجارها لحد سنه 2050 او 2040 يعني. تمام. عدد مهول من السنوات. تمام. ده ايه كواليس القرار ده؟ وهل كنت موجود وقت ما اتاخد؟ بص، ما كنتش موجود، لانه ما نشر من هذه الارقام او هذه التواريخ اعتقد نشر في السنه الاخيره. مش معنى كده انا بعفي نفسي من المسؤوليه، ما اقصدش، اقصد ان انا ما عنديش المعلومه الكامله، لان انا كمان مش متاكد من المستندات اللي طلعت دي، فدي لازم ابقى موجود جوه عشان اشوف هل في حاجه حصلت كده، ولو في حاجه حصلت كده كانت ايه، اتعملت ده ليه. لو في حاجه خلاص انتهت، خلاص انت مش هتقدر تعمل حاجة إلا لو أنت بقى بالتفاوض مع الجهة المستأجرة. إنما أنا مش متأكد من الحجم ده، من حجم المحلات اللي اتقال عليه كده، ومش متأكد من المدة الزمنية، لأنه في أوقات كتير برضو في أوراق بتظهر ممكن تبقاش مظبوطة. أعتقد لحقت في النهايات بتاعت فترتك بدايات وجود اليوفط بتاعت اللي هي مستشار مرتضى ومؤيدين، وكان كانش ليك رأي معارض للكلام ده واستغلالها المفروض يكون لصالح نادي الزمالك. كل مرحلة ليها طريقه توجه يعني، فما كانش بيسمح من الاخر ان هو اصلا يبقى في وانا يعني انا بقول لك انا عملت مع مجالس مختلفه، وكل مجلس بالزبط. كان ليه وعليه، وبما اني ما اتكلمتش عن سلبيات ناديه في وقت من الاوقات، سواء من ايام المستشار جلال ابراهيم الله يرحمه مرورا بالدكتور كمال درويش والاستاذ ممدوح عباس ثم الاستاذ مرتضى منصور، بما اني ما اتكلمتش عن حد يبقى ما ينفعش اتكلم عن حد بعينه. طيب عامه هو الاجابه بتاعتك هتاخدنا لنقطه مهمه جدا ليك انت شخصيا، ان البعض بيرى ان انت منسوب فقط للمجلس السابق اللي هو بقياده المستشار مرتضى منصور. انت بتقول ان انت عملت مع اربع مجالس مختلفه، فلما النظره اللي انت وضعت فيها دي؟ وهل انت اصلا تشوف ان حاجه كويسه في الكارير بتاعك والسي في بتاعك ان انت عملت في الفتره دي مع المجلس ده، ولا بحاجه انت ما كنتش حابب ان انت تكمل فيها او حاسس ان انت ما كنتش موفق فيها؟ بص، الموضوع ده بدأ يظهر مؤخرا، ما اعرفش هل ده بقى صراع انتخابات. انا مش بتاع يعني انا مش داخل خناقه، او يمكن عدم غياب للمعلومه. انا وجهه نظري ان انا بحب اشتغل بس، يعني في ناس كتيره جدا ما كانتش تعرف ان اصلا في اداره تعاقدات في نادي الزمالك، ودي بقى مش بتاعتي لان انا مش راجل بتاع اعلام. النادي في هذا الوقت لم يبرز هذا، اوكي، فانا ما كانش عندنا حاجة تسمح إن حد يخرج يتكلم. كان المتحدثين كانوا بيعينوا من قبل مجلس الإدارة، فده أنا عملته بقول لك مع المستشار جلال، وعملته مع الدكتور كمان نفس الطريقة ونفس الأسلوب، هي يعني لم تختلف. يعني عارف لو أنا كنت في الأول غير كده ثم حصل إن أنا سكت، لأ أنا راجل بحب أشتغل. أنا على فكرة بدأت أظهر وأتكلم مع الناس بعد ما سبت النادي. لو أنا محسوب على مجلس زي ما الناس بتقول، كان من باب اولى انا تركت النادي في 2020، وهم برضو مشوا اعتقد في نوفمبر 2020 بعد افريقيا ثم عادوا في بدايه 22 بانتخابات. فاعتقد انت لو محسوب على مجموعه فمن باب اولى ان انا اجيب الناس بتوعها،
انا ما حدش كلمني اصلا انا ارجع. فمعنى كده انا ما عنديش حسبه لا ايجابيه ولا سلبيه مع اي حد جوه نادي الزمالك، انا بحب المكان ده. فممكن ناس يقول لك ده بيتكلم كلام احلام، انا ده طبيعي، اللي حابب يتقبله ويصدقه فوق راسي، وبرضه اللي مش حابب يصدقه ليه كامل الحريه ودي وجهه نظره. بس من فضل حضرتك لو انت شايف حاجه عكس كده ما يبقاش فيها تجاوز، لان انا ما بتجاوزش في حق حد. القوائم الموجوده والمنتشره، في بعض الناس منهم اصدقاء ليا جدا طبعا واحنا اصحاب واخوات، حتى لو بتكلم معاهم بقول لهم يا جماعه في كذا مثلا، في ناس بتقول بيتضايقوا بس، وده ما بيشغلني خالص، لانه بفضل الله اللي انا كنت مساهم فيه في وجودي في النادي الحمد لله كانت فتره لو من 11 سنه فيها مجموعه النجاحات دي اتصور ان الواحد لا يعني كفت ميل اكتر للحمد لله للجانب الايجابي، وان احنا عملنا مجهود كبير ونجحنا ان احنا نرجع البطولات لنادي الزمالك بعد 10 11 سنه ما كانش فيها بطولات. رجعنا فعلا منافس شرس على كل البطولات، احنا ما كانش فيه بطوله كان نادي الزمالك، حتى في اوقات كان بتبقى ممكن حاله الفرقه ما بتبقاش، بس جمهور الزمالك رجع تاني لمرحله انه قادر انه لا انا هنافس. انت ده اللي اديته انطباع من الـ من الـ من الشغل اللي كان معمول ومن ليفل اللعيبه اللي بقى موجود في نادي الزمالك. احنا ما كناش بنتكلم اغلب الناس اللي ثابت علامات اغلبها لعيبه دوليه سواء محليه او اجانب، فانت دخلت كمان في كاتيجوري مختلف من اللاعبين، دخلت في شكل تعاون او اصلاح صورتك قدام الاتحادات الدوليه بشكل مختلف. كل ده بفضل الله الواحد عمله، ما كانش بيقوله لان هي كانت ماشيه كده بس، فهي جات الفرصه ان انا اتكلم فيه. هنيجي طبعا تخصيص حته بقى اللعيبه اللي انت كنت سبب فيهم وانجازاتك دي، بس قبلها عايز اعرف امير مرتضى منصور تالي كان الاقرب ليك من ضمن المجلس السابق يعني، او اكتر حد كنت بتشتغل معاه دايركت؟ كلهم بشتغل معاه دايركت بس كلهم، لانه تقييمك ليك مهنيا طبعا مش انسانيا يعني كان ايه خلال الفتره؟ بص انا اشتغلت مع امير سنه واحده بس، برضو الناس فاكره ان المده طويله على المستوى المهني. في الفتره اللي انا شفتها الراجل اشتغل واجتهد تحب يكون رأيي لو وفقت ان شاء الله يعني تستعين بيه ممكن، او ممكن يكون موجود تاني ولا خلاص؟ اتصور انه بص انا لما جيت مشيت في 2020 بعد 10 11 سنه، انا مشيت لانه عارف انت بيجي عليك وقت انت لازم تدي المكان ده النفس انه يشوف عين تانية لو انت بتحب المكان فعلا. هديك مثال بسيط، القائمه المعلنه والمرشحين المستقلين فيهم اعداد كبيره جدا من الناس بتخوض الانتخابات لاول مره. انا رايي ان نادي الزمالك محتاج وجوه جديده تماما، عشان عارف انت لما تخش على مكان العين المختلفه بتشوف افضل بكتير من ان انت تبقى موجود كل يوم في نفس المكان ومتعود على اللي انت بتشوفه. فانا شايف عادي كل حد ياخد فترته خلاص، تيجي ناس تانية تمام فهي مرحله ولا يعني ممكن تيجي تاني بس يعني خلاص زي وانا واحد من الناس مش اربع سنين وبحاول ارجع تاني بس بشكل تاني مفهوم. من الخدمه يعني مفهوم. طيب نيجي بقى لحته الانجازات اللي انت كنت بتتكلم عنها دلوقتي اللي انت عملتها ولم يسلط الضوء عليها. انت كنت مسؤول في البدايه عن التعاقدات، مجرد التفاوض ولا كنت كمان مشارك في الترشيحات او في الاختيارات للاعبين؟ لا طبيعي انه انت مثلا طول الموسم انت بتشتغل على فكره السكاوتنج، بتقدم الترشيحات اللي انت بتشوفها، لان كان بتبقى فيه لجان فنيه طبعا هو برضو بقى عندهم رؤيه. والله لو تلاقى الترشيح مع رؤيه اللجنه الفنيه خلاص يلا نتوكل على الله وبنبدا بقى اجراءات التنفيذ وابدا بقى اخش بقى مع اللعيبه ومع الانديه وهكذا. انما ال 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 الموضوع مش لا مش بمزاجك طبعا تروح تجيب حاجه في الاخر مش النادي بتاعك، ليا دور الحمد لله. والدليل ان انا ما تخططوش او تخطيت حد، مده الاستمراريه اعتقد ما كانتش في مشاكل، ما عنديش ازمات مثلا مع حد حتى من اللجان الفنيه دي، كلهم كباتنا وكلهم بتاع، لانه طول ما انت بتشتغل جوه الرول بتاعك المحطوط هتنجز والمكان هيستفاد. على مدار 11 سنة اشتغلت فيها في الزمالك، لو عايزك تقول لي أكتر يعني عدد معين من الإنجازات اللي أنت بتفتخر بيها في نقاط حد إيه؟ إحنا لما جينا في 2000 لما تولت الإدارة دي لوحدي في أواخر 2015 مع بدايات 16 بدأنا نفاجأ إن إحنا بقى بيجينا أحكام من الفيفا. طب يا جماعه الورق ده فين؟ مش موجود في النادي اصلا، هذا اصلا
وبعدين بتلاقي بقى خلاص انت يعني مثلا خلاص انت في الدرجه اللي قبل الاخيره وخلاص الحكم القضيه رايحه الكاس، فانت خلاص انت بتنازع وانت اصلا ما معكش حتى ورق تدرس القضيه عشان تترافع، معكش حاجه اصلا. ثم تواصلنا مع المحامين اللي كانوا بيشتغلوا قبل كده، قدرنا نتحصل مبدئيا على ارقام القضايا، وكان بقى دخلنا في اواخر 16 ارقام القضايا بس مش ورق القضيه، وبعض الملخصات لبعض القضايا. خلي بالك من الحاجات اللي مخلاني اصلا زودت لي فكره ان انا اترشح، لان الامر الاداري جوه نادي الزمالك محتاج صور، محتاج يشتغل بشكل مؤسسي. طبعا طبعا طبعا. بدانا كمان دخلنا في بعض اللاعبين احكام نهائيه. الاحكام النهائيه دي لو انت ما سددتش ايقاف قيد خصم نقاط. تعرضنا للموقفين دول في 17 وفي 18 ومحدش عارف عنهم حاجه الحمد لله، وقدرنا نخلصه. سافرت بالفيفا عرضت حاله نادي الزمالك بوضوح في برزنتيشن كده محترم، وفد كان في سيدنا برئيس النادي الاستاذ احمد جلال، وكان اعضاء مجلس اداره كان احمد مرتضى منصور والكابتن اسماعيل يوسف طبعا بصفته عضو مجلس اداره وهو كان المشرف على الكره في الوقت ده. برزنتيشن كده يا جماعه، احنا والله احنا نادي ظروفنا 1 2 3، احنا من 2010 ل 2014 كان عندنا ما بين مجالس منتخبه ومعينه وكان عندنا بعض الامور، تسلمنا الامر بشكل الفلاني 1 2 3 4. الحقيقه الناس لما 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 شافت الموضوع بوضوح بدا في نوع من الاستجابه، فبدانا ناخد في بعض القضايا مثلا، بدانا نتكلم مثلا مع لجنه الانضباط، طب انت عندك حاجه هتبدا تنظرها مثلا بعد اسبوعين، طب اديني بس شهر. احنا استلمنا ملفات القضايا كلها من الفيفا على فكره، مع الملخصات اللي كنا واخدينها من المحامي السابق. ما اعرفش هل هو برضو كان عنده في مشكله في تجميع الاوراق او كده، يعني عشان بس انا مش بتتهم حد على فكره، بس انا بكلمك عن الحاله. الحاله كانت ان انت بتستلم حاجه الورق راح مش عارفين راح فين ومين المسؤول فين، فانت بتجيب ورقتين من هنا على ثلاث ورقات من هنا. بدات بقى تواصل، يعني مثلا كان عندنا في الوقت ده حوالي 8 او 9 قضايا الناس بس زي مين بقى؟ خالد سعد، كريم الحسن، أليكسوس موندومو، موندومو الكاميروني خط الوسط، جونيور أجوجو الله يرحمه، محمود فتح الله طبعا، محمود فتح الله محمود فتح الله مع حكام، حسين ياسر محمدي، محمد سعيد قطه، عبد الله سيسي. طبعا انت بقى بتبدا تكلم ناس اوريدي كانت مشتكياك مثلا من سنين ومعاها احكام، فان انت تفاوضها دي ماساه، لانه خلاص راجل عايز فلوسه، فبرضه ازاي تقدر تبني مع حد ثقه ان انت تمضي معاه ان انا هجدول لك ويلاقي كلامك معاه اللي بتقوله بتنفذه، اللي بتقوله بناء الثقه هو اللي محتاجه نادي الزمالك لرجوع الوضع الطبيعي. بناء الثقه بمعنى ايه؟ ان انا اتفقت مع احمد النهارده، احمد انت مثلا مدين لي عليا بكذا، طب احمد احنا اليوم الكذا كذا جدولتنا 1 2 3 4 وانت بتنفذ بتدفع اول دفعه وهكذا. وقدرنا الحمد لله ان يعني رحت الكاميرون بقى، رحت بلاد كتير عشان تلف ورا الناس اللي هم، لان انت كمان في ناس اصلا انت مش عارف توصل لهم اصلا، يا دوب انت ما عندكش غير ايميل موجود في ورقه القضيه، تتواصل مع الايميل ده يطلع المحامي، والمحامي مثلا ممكن يبقى اتخانق خلاص مع اللعيب فاللعيب جاب واحد تاني. كل ده الناس فاكره ان هو بيحصل كده، لا هو ما بيحصلش كده. فاثناء عملي النادي الزمالك لما تعرف الموقف اللي هو فيه حاليا، وبامر الله لو كنت موجود او يعني ايا كان ربنا يوفقهم، ما يصحش ان ده يتعمل في نادي الزمالك ومش هيبقى موجود تاني. اللي احنا فيه حاليا بقى في الوضع اللي النادي الزمالك فيه مش موجود علشان حاجات انت كانت موجوده في فترتك، ولا كانت برضه خلصت يعني القضايا؟ القضايا انا الحقيقه انا بقى الثلاث سنين الاخرانيين انا ما اعرفش كان شكل المتابعه فيها عامل ازاي. خلي بالك جزء كبير من القضايا لان برضو من الحمد لله من الحاجات اللي ربنا اكرم الواحد بيها، انه في شغله مثلا انت ما عندكش مشكله بسبب عيب قانوني في عقد، انت كل مشاكلك تاخير مالي فمش بتاعتك. يعني انا ما عنديش لعيب استغل ضدي بند كان مكتوب بشكل مش سليم، شكل المتابعه ده انا مش عارف اللي أدى بينا للمرحلة دي، لأنه أنا فعلا لما بعدت في 2020 أنا فعلا بعدت تماما، لأنه خلاص بتبقى بقولك أنت محتاج أولا أنت شوية ترتاح، وكمان بتدي مساحة عمل بقى للناس اللي موجودة تشوف الأمر بزاوية أخرى أو مع مجموعات عمل تانية. بس مثلا اللي كنت مستغربه أنه مثلا المكان بتاع قضية التعاقدات ده ما حدش جه فيه، يعني بعد ما مشيت ما حدش جه في هذا المكان، فده بالنسبة لي برضو كان يعني ميلي وبالنفس، طب الأمور صعبة يعني على الناس، لأن لازم برضو يبقى حد عنده نوع من التخصص.
لانه عارف كلمه الخبير اللوائح بيطلعوا يقولوا مش عارف الخبير اللوائح اصلا ما بحبش الجمله دي. هي الفكره كلها حضرتك خبراتك ايه في هذا المجال واشتغلت في ايه في كده، فانت مدى ادراكك باللوائح، لان في ناس كتير بتشتغل في المجال مش شرط على فكره يبقوا محاميين، لا الواحد رصيد خبراته وانا اسف بيسمح انه حتى في وقت اللجنه يعني تواصلت مع حد من اللي كانوا يعني لجنه الكابتن سلبيب وقت قضيه حمدي النجاز مثلا، انا كان عندي وجهه نظر في موضوع قضيه حمدي النجاز لان انا اللي عامل ملف قضيه بتاعه حمدي النجاز، ومن اول احنا اول حكم صدر ضدنا اللي هو كان من لجنه شؤون اللاعبين، انت اول طالما لاعب بيشتكي نادي بيتوجه للجنه شؤون اللاعبين، لجنه شؤون اللاعبين بتصدر قرار دولي لانه لاعب اجنبي، هو ما بيشتككش في الاتحاد المصري، هو اشتكاك في الفيفا. عاده لما بيبقى لعيب مشتكي نادي وبيروح للجنه شؤون اللاعبين، لان لجنه شؤون اللاعبين اصلا هدفها دعم اللاعبين، لان هم وجهه نظرهم او الكونسبت ايه انه اللاعب مهما كان هو اقل قوه من النادي فلازم بيقف جنب اللاعب بتاعه. مع حتى صدور اول قرار ده مش حكم يعتبر، لان برضو الناس بتخلط في المصطلحات، القرار غير الحكم، الحكم ده بيصدر من المحكمه انما اللجان تصدر قرارات. القرار الاول كان ضد نادي الزمالك، ومن يوم ما طلع القرار الاول قلت القضيه لمصلحه نادي الزمالك، لانه كان معمول في الملف بتاع القضيه اللي انا طبعا انا شفت بشوف الطرف الثاني برضو كان عامل ايه، ما استند اليه ورقه لا يعتد بها قانونا، فانا كنت عارف القضيه رايحه فين. بعد ما مشيت والله حاولت اتواصل مع الناس بس ما لقيتش استجابه، عن لانه دي في حاله مثلا حمدي كهربا جاي لك بقى فيها، انت كنت موجود ساعه لما انا العمل الملف اللي هو لما الكهرباء هرب من الزمالك، فالملف بتاع المقدم للفيفا علشان يحفظ حق النادي كنت انت اللي مقدمه. طب كان ايه دورك بقى فيه؟ وقال الزمالك حاليا بيحصل على حكم مفترض لصالحه، هو حصل على حكم طبعا. احنا دلوقتي بقى في مرحله التسويف من الطرف الاخر لحين بس ما هو بيكمل فلوس او ايا كان، انما في النهايه طب ايه يعني انت بتقيم عملك؟ انا عندي حاله لعيب هرب مني فضلت ورا حقوق ناديه لحد ما حفظت له عليها. عملت ايه علشان تحفظ الملفات دي عامه؟ بتتعمل ازاي؟ اولا من البدايه خالص اثبات هروب اللاعب بدون اخطار، اثبات ان اللاعب عنده عقد مستمر مع النادي لمده لا تسمح لي سواء بالتفاوض او التوقيع لانديه اخرى، لان كان لما هو هرب خرابه كان عنده لسه سنتين في عقد او سنتين ونص. بتبدا بتحط في الملف ده كل الامور اللي بيها تدعم موقفك فيما تطلبه ماديا، بمعنى انه بتقول والله الراجل ده مثلا كلفني في سنين وجوده معايا رقم قد كذا، لما بتجيله عروض بتبقى ارقام قد كذا، عشان تقدر توصل للجان المختلفه اللي بتفحص الاوراق، او لما توصل الامر للمحكمه انه يقدر يحط تصور للقيمه الماليه. لا اشتغلنا الملف ده بشكل محترم جدا، وبرضه كنا واثقين ان احنا هيبقى الحكم صالحنا، لكانت الحاله واضحه. التصريحات الاعلاميه دي في منتهى الخطوره لانها بتستخدم في ملفات القضايا. يعني النهارده لعيب طلع قال ايه؟ ده انا جددت مع الزمالك 4 سنين، ده اعتراف بانه جدد وهكذا. فاهم قصدي؟ يعني الناس ما تاخدش الامور انها حاجه، لانه بقى بيؤخذ بالتصريحات الاعلاميه، بقى بيؤخذ حتى في بعض الحالات برسائل الواتساب. لازم الناس تبقى حريصه في التعامل مع الملف ده بالذات، الملف ده شائك وفي تفاصيل كتير، ممكن تفصيله صغيره تقلب لك موقف من انه توتالي عام بتاعك يوديك الناحيه الثانيه. فانت دي بتمشي بيقى فيها ورقه ورقه وحرف حرف، ولازم كمان تبقى دايما بتتابع الابديت بتاع اللوائح، لان كل فتره الفيفا بتعمل ابديتس للوائح بتاعتها، فانت برضه لازم ما تبقاش بمعزل عندها. انت ذاكرت حاجه من سنه لسه اتغيرت دلوقتي اتغيرت. ايه مدى صحه ان كهرباء جدد بس العقد بتاعه كان لم يوثق في العقد في الوقت الصح؟ اولا هو وثق في العقد في التوقيت السليم وبالتاريخ كده. هل اتحاد الكوره مثلا طول حياته بيقف مع نادي الزمالك؟ خلينا نتكلم بوضوح، هو الطبيعي انه بيخدم جميع الانديه طبعا، ولكن يعني اعتدنا في بعض المواقف انه الوزن عنده مش واحده، مش بتكلم عن المجلس الحالي او اللي قبله، انا بتكلم على فكره. فلو انت عندك حاجه فيها نسبه 50% فيها شكوك اتحاد الكوره مش واقف معاك، ممكن لو فيها 40% مع انديه اخرى يوقف معاها. فمن المنطلق ده بترى ان الوقوع احسن، لان التوثيق ده بيتعمل في الاتحاد، هو الاتهام بيطل الاتحاد ان هو تواطأ مع الزمالك في النقطه دي، وان هو وثق في وقت غير الموعد المحدد. لم يحدث، وان حدث يسأل في ذلك الاتحاد، وتم سؤاله والاتحاد اجزم
ان الموضوع معمول في وقته السليم. عبد الله السعيد واحمد فتحي، اه ده كان مفترض ان هو خلاص صفقتين جايين للزمالك، وانت كنت احد المشاركين ايضا في الصفقه دي وخلاص. فعبد الله السعيد، فعبد الله السعيد فتحي ماشي، مش مع بعض كان مش مهم. طيب هما كانوا في نفس اليومين، كانوا في نفس اليومين بس في يومين التنفيذ، مش في سوري في يومين بعد ما خلصنا مع عبد الله، لان احنا عبد الله احنا بدانا الموضوع في اواخر يناير اللي هو الوقت القانوني، بس يناير 2018 عشان بس ما حدش يقول لك ده بيكلموا الناس قبل موعدها ويرجعوا يتهموا الناس، لا ده مش بدات الكلام مع عبد الله في اواخر يناير، انهينا الامر في فبراير. ليه باظت؟ لا ليه باظت دي انا لا اسال فيها. ما هو ماشي، ما انا مش بستهي، ما كان بقول لك لو عندك لا الكواليس. لا مش اتهام، مش اتهام، لا يعني في تفاصيل اعتقد اصحابها هم الحق ان هم يقولوها، يعني حتى لو بدون ذكر اسماء. انا ما عنديش مشكله ان انا اذكر اسماء، بس اقول لك على حاجه يا احمد، انت ممكن مثلا تكون في موقف ما مع حد مثلا من زمالك او في حاجه في الشغل والامر ده انتهى لمحصله القعده بتاعتكم دي، انا ممكن ما بقاش عارف ايه اللي حصل وانتوا قاعدين. انا بالنسبه لي ان الصفقه دي وزد، دي كانت من الحاجات اللي ضايقتني، فكره ان انت جبت لعيب مهم جدا ان لم يكن الاهم في مصر في العشر سنين الاخيره بعد محمد صلاح طبعا، فبتتضايق عارف انت اللي بريته ما تمش. يعني في نهايات بقى الانتهاء من عبد الله، تم التواصل بقى عن طريق يعني حد تاني مع احمد فتحي، بس اللي عرفته ان الموضوع ما تمش يعني، وهو في ليلتها حتى جدد في الاهلي. بعيدا عن الجانب التسويقي اللي انت كنت فيه في نادي الزمالك، لكن انت كمان توليت في فتره طويله مدير التعاقدات، تمام؟ فكنت مسؤولا عن تعاقدات كتيره ابرمتها للزمالك. مين شايف ان هو كان تعاقدات كويسه جدا وتنسب اليك بشكل جيد، ومين حاسمك صفقات حتى لو كانت كويسه لكن لم توفق في الزمالك؟ عرفنا وعرف الناس يعني. سام الحضري انا اللي جيته للزمالك، وكان في لعيب في الاهلي اسمه دومينيك دي سيلفا وحسين ياسر محمدي، بس في الوقت ده احنا كنا بنشتغل للاسف على اللاعبين اللي هم اغلبهم فري، لانك ما كانش عندك القدره انك تشتري، ودي كانت بدايه طفره الارقام شويه. فالوقت ده بقى كان في اللي هو كان عاشور الادهم و وجيه عبد العظيم، محمد يونس، كريم زكي، المجموعه دي كلهم طبعا ليهم كل الاحترام طبعا، بس اقصد انه انت ما كنتش عندك بقول لك القدره تروح تتفاوض مع نادي هتدفع له منين اصلا، وانت مجرد منافس التوجه ده، لان مش انت اللي بتوفر الفلوس بالظبط، ومش انا اللي بدفعها للعيبه، فبالتالي يحصل له مشكله بالظبط، انت مجرد التفاوض وانت تخلصها باقل سعر ممكن وتجيبها للنادي، ده دورك. زي ما حصل مثلا في الموضوع الاشهر وهو اشرف بن شرقي، ان قدرنا نجيبه 400,000 دولار. دخلنا بقى كده على الفتره اللي بقى فيها فلوس. لا انا بس بقارن بالمثال ان انت ازاي تقدر ان انت على قد ما تقدر تجيب الدي او الصفقه بشكل ما يبقاش مرهق للنادي ماليا، لان ده من ضمن الحاجات برضو الحقيقه اللي برضو جوه البرنامج في الجزء الرياضي، لانه انا شايف ان احنا لازم يكون في ميزانيه محدده الخروج عنها يبقى بحساب. يعني مثلا لو انا حاطط رقم اكس يوم ما اخرج عنه ما اخرجش مثلا بنسبه لا تتجاوز مثلا 10-15% عشان اقدر اغطيها، لان لازم تبقى كل مرتبات اللعيبه مؤمنه، ما ينفعش ناس تقعد بالشهرين والثلاثه. وعلى فكره وده مش بس في قطاع الفريق الاول، كل القطاعات الرياضيه، كل الالعاب لازم يبقى في ميزانيه لكل قطاع منفصله طبقا لمداخيلك، لان انت ممكن من خلال مداخيلك حتى لو انت شايفها انها مش اعظم حاجه، بس انت هتشتغل اصلا على تعظيمها من موارد اخرى، وفي نفس الوقت لا احمل النادي باعباء تيجي مجالس اخرى تشيل المشكله، لانه انا بشوف ان المجلس ده من اهم اولوياته انه في خلال الاربع سنين يخرج بالنادي ميزانيته سليمه، ما عنديش عجز، لان انا عندي مثلا ضرائب من 2007 2008 يا جماعه، الضرائب اللي على النادي تراكميه دي مش في السنين الاخيره فقط لانها اهملت، فلازم الاعاد مع مصفه الضرائب لجدوله الامر ومراجعه الحسابات مره اخرى لو في اوراق ما كانتش مستكمله ايا كان، التامينات نفس الامر برضو من سنين، ال 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 كل ده لان لازم تبقى انت عارف ايه دخلي وكيفيه انفاقه. الانفاق اهم بكتير على فكره من الدخل، كيفيه الانفاق وترشيده وتوجيهه للاتجاه المظبوط هو ده، هي دي الحسبه، عشان
ما انامش واصحى في سنه الاقي عليا ديون مش عارف ديون وعليا قضايا وعليا وعليا، لازم النادي يخرج من الدائره دي. نرجع للصفقات طبعا بقى، عبد الله السعيد ما جاش بقى بتحديه يعني حسمته ولكن بس لا لا لم لم لا لا لم لم تستكمل، ولكن بعد كده برضو كان في خروج لبعض اللاعبين مثلا لبيراميدز، خروج علي جابر للدوري الانجليزي انت اللي خرج ده كان بعد كاس الامم 2017. خروج اللاعبين لبيراميدز دي انت حاسبها من حاجه انت يعني حاجه كويسه؟ لا انا بتكلم من ضمن فكره المداخيل، وكان برضو من ضمن ان انت بدات تفتح تواصل مثلا مع نادي زي بيراميدز. من بعد موضوع عبد الله حصل تواصل طبعا مع اداره بيراميدز، وقدرت ان انت تجيب في ثلاث لاعبين ارقام جيده جدا في الوقت ده، اللي هم كانوا الكباتن علي جابر واحمد شناوي واحمد توفيق بن شرقي ونجم. بن شرقي كان من ضمن الترشيح، يعني صادف انه تلاقت فكره ان انت مرشحه مع موافقه الاداره الفنيه. في بقى برضو من على بوطيب، بوطيب ده كان مهاجم من المغرب في كاس العالم لما جه. بص، خالد بوطيب كان لي شق فني، يعني كانت وجهه النظر انه لاعب عنده خبرات دوليه كبيره، عائد من كاس عالم، وعلى فكره الاصابه اللي ظهرت عنده ما ظهرتش عشان بس الناس لا تشير لحد جوه النادي انه في الكشف الطبي على الولد لم تظهر الاصابه، ظهرت فيما بعد ولعب هو فتره معاه ولعب. بص، انت ممكن تشتغل على لعيب وارد جدا عدم توفيقه، وخصوصا في الاجانب، فكره التكيف وقدرته على 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 انه يتكيف مع الاوضاع ومع الاجواء ومع استخدام المدرب اصلا ليه استخدام المدرب طبعا. احنا بس كان عندنا من ضمن يعني الحاجات برضو اللي كان تسبب لي شويه يعني جروس، مثلا انا كنت شايف انه كالتجربه كانت تستحق الاستمرار. طبعا باشيكو في المره الاولى كالتجربه تستحق الاستمرار، فيريرا اكيد في المره الاولى كالتجربه تستحق الاستمرار. الحمد لله يعني بفضل الله ده كان من ضمن الحاجات برضو اللي اشتغلتها، الثلاث اسامي دول. على فكره انا مش بتكلم ان انا اقول فوق الحاجات الايجابيه اللي حصلت، لا، كان في بعض الاوقات بتجيب لعيب لا يوفق، فده وارد وده وارد في هذا المجال. والدليل عشان نتكلم مثلا عن السوق في مصر، في انديه كتيره جدا بتجيب اجانب كتير ولا يوفقوا، ولكن اعلاميا لا يسلط الموضوع عليهم زي ما بيسلط على نادي الزمالك. يعني في انديه الى الان بتدفع مرتبات للعيبه مطلعها اعراض في بلاد تانية عشان اللعيبه ما يشتكوش. بس واخد بالك يعني في فتره من الفترات كان اللي مصدر في الاعلام لا ان الزمالك بيعرف يختار اجانبه احسن، يعني لان في فتره من الفترات كان اجانب الزمالك موجود فيهم بن شرقي وموجود فيهم فرجاني ساسي وموجود فيهم ونجم وموجود فيهم حمدي النقاز، فكانوا كلهم عناصر اساسيه ومساهمه في بطولات الزمالك وعناصر اساسيه كان بلده. في مقابل كان الاهلي اجانبه مش موفق اغلب، يعني كان في علي معلول طبعا ناجح جدا ولكن باقي ما كانش سايبين البصمه القويه، فكان وقتها لما ده بيحصل كان بيرضوا الاعلام بيسلط الضوء على ده. لا انا بتكلم على فكره ان انت لعيب لا يقدر ليه التوفيق معاك بزياده قوي عندنا، يعني بقول لك انديه اخرى، بقول لك لعيب ما بينجحش بيطلعوا اعاره في مكان تاني ويتحمل مثلا نص رد ومحدش يقول حاجه. يعني في لعيبه جت مصر 3 ايام ومشيت ورفعت قضايا وخدت فلوس من انديه ومحدش اتكلم عليها، فاهمني؟ انت بقى الناس انت بتبقى انت كسبت قضيه الناس بتقول لك ده انت حمدي النجاز عمل معاك. لا، انا كسبان قضيه حمدي النجاز طبعا. من اللعيبه برضو الحمد لله يعني كنت سبب فيهم يعني بشكل كبير كهربا، ما تجيب كهربا. وفي بقى بعض اللاعبين يعني اللي موجودين في اماكن اخرى وكنا مخلصين معاهم، ولكن القرار الفني ما زي مين يعني؟ محمد مجدي قفشه. اي هو في انبي ولا في الاهلي؟ هو في انبي. تمام. محمد شريف هو في وادي دجله ولا في وادي دجله؟ كان مين مسؤول عن القرار الفني؟ كانت لجان بقى مختلفه ومديرين فني. لا، المدير الفني طبعا هو القرار الفني. والله اعتقد كارتيرون مثلا. اعتقد كان جروس. في لعيبه كمان محلي يعني محليه او من الدوري المحلي طبعًا. اعتقد طبعا جبتهم. طبعا باسم مرسي، رزاق سيسيم الاتحاد، عبد الله الروع والشامي مع بعض، عبد الله الشامي، كنت برضه مره بجيب محمد فاروق لاعب الاهلي. طبعا عنتر برضو كان ليه قصه طبعا وقتها لما جه من الاسيوطي يعني وقتها واخر لحظه كده كان وكيله عايز يهربه وكده، بس سته لما بتبقى عامل شغلك مظبوط خلي الوكيل ياخد اللعيب ويروح بيه حته خلاص. وعلى فكره هو حاول فعلا يتحرك بيه واتحرك بيه فعليا، بس بقول لك طالما انت ورقك كامل
يعني اتحرك بيه بس ايه، مع ايه اللي حصل، منعته ازاي؟ الاستغنى معاك. فخلاص كده الموضوع، ما روح انت اعمل اللي انت عايزه. ما تجيش. التشيمبونج كان ليك دور فيه ولا ما كانش فيه؟ لان دوت اثير حوله بقى مشاكل كتير وما زالت بتثار حتى الان. طيب لو بس الناس ترجع ما تبقاش هدفها انها بتهاجم شخص، هتعرف التفاصيل. الامر اول درجتين تقاضي مع الشيمبونج، القرارين الاولين بما فيهم على فكره كان القرار الاولاني من لجنه شؤون اللاعبين اللي هي الطبيعي انها بتقف في صف اللاعب، كانت مدينا حكم، سوري مدينا قرار، والتظلمات ادتنا قرار. ماذا حدث في الكاس؟ انا ما كنتش موجود. من ضمن بقى الصفقات اللي عملتها، كنت بتكلم من شويه عن الثلاثي المباع لبيراميدز، فمن ضمنهم كان احمد الشناوي. احمد الشناوي في وجوده كان معروف الترتيب بتاع حراس الزمالك، احمد الشناوي، جنش، تالت بقى عمر صلاح او ايا كان اللي حاضر. لكن بعد رحيل الشناوي حاول الزمالك ان هو يعوض ده، فكان جنش الاساسي في موسم وجابه عماد السيد، وكان التالتهم عمر صلاح في موسم الكونفدراليه. بعدها الزمالك جاب ابو جبل وجاب عواد مره واحده، رجع ابو جبل، رجع ابو جبل. طبعا ما كانش اعاره يعني اشتراه. فابو جبل وعواد وفي وجود جنش، فبقى عندك ثلاث حراس مفترض ان هو اي واحد فيهم يكون اساسي. ده كانت خطوه صح ولا خطوه غلط؟ مين مسؤول عنها؟ وكان ايه دورك فيها؟ دوري فيها كان بشكل كبير تنفيذي. عواد انا مثلا لم خلص، بس انا كان عندي وجهه نظر. انا ما بؤمنش قوي بفكره ان الثلاث حراس يبقوا كبار. يعني اول جولين ماشي، الثالث لازم يبقى في مرحله عمريه صغيره عشان ياخد الخبرات منهم، لانه هينتظر وقت من الزمن. انما انت مش صاحب القرار الوحيد، انت جزء كبير من عملك تنفيذي. ده من ضمن الاسباب اللي مخلياني عايز اترشح، خلي بالك. لانك ساعات بتشوف حاجات، لا يا جماعه مفيش فريق في الدنيا فيه ثلاثة جوان كبار غير اثاره المشاكل. حتى على الجانب التسويق، اللعيبه دي لو جيت فكرت مثلا ابيع جول بكره او السنه الجايه، لو انا جايبه 10 مليون مش هعرف ابيعه ب 2 3 مليون، لانه ما بيلعبش. مش عشان قيمته الفنيه، اي حد هيبقى موجود جوه نادي الزمالك قيمته الفنيه هتبقى كبيره وقيمته الماليه هتبقى كبيره. انما لو حد بيجي يشتريه وهو ما بيلعبش، شيء طبيعي ان انا كده كمان بخسر فلوس. فاهم قصدي؟ لان ده برضو لازم يتحط من ضمن فكره سياسه الشراء. لان انت عندك لعيبه مش هتكمل معاك طول عمرها، يعني ده مش هيبقى مثلا لاعب تاريخي جوه النادي، وخصوصا مثلا في فكره الاجانب. ففكره الاجانب لازم يبقى انت تشتغل على اعمار سنيه معينه، بحيث انه مثلا يقعد معاك 3 4 سنين، تقدر لو هيتحرك تقدر تحركه بشكل كويس وتقدر تجيب من وراه دخل برضه. من ضمن المرشحين على منصب الرئيس، مين الاقرب لفكرك او تتمنى تكون معاه لو نجحت؟ المترشحين كلهم بالنسبه لي مقدرين طبعا، على المستوى الشخصي طبعًا، وحتى على المستوى المهني، لان هم بما انهم ترشحوا للمنصب المهم ده والرفيع ده للمكان اللي احنا بنحبه، فاكيد هم كلهم ناس يستحقوا الاحترام. عندنا اثنين من كبار كباتن النادي، سواء في الهاندبول او في كره القدم، وفي سيده فاضله برضو عندها خبرات كبيره في العمل الاداري في الوزاره، وزاره الشباب، واخرين ليهم برضو السي في بتاعهم محترم. فانا ما عنديش، انا كل املي ان المجموعه اللي تنجح بالرئيس اللي معاه يكون عندها تجانس، يكون عندها القدره على العمل والعمل لأوقات طويلة، لأن النادي محتاج شغل كبير جدا، ويكون اللي هيترأس النادي عنده استيعاب العمل الجماعي. لأن في النهاية المجلس 12 شخص. أنا لو كل فرد أخد ملف اشتغل عليه من أوله لآخره في السنة الأولى، فأنا كأني وفرت 12 سنة لو أنا بشتغل كل سنة في ملف. فهم قصدي؟ يعني دي لازم تبقى طريقة التفكير. او حد لو الملفات مش كبيره مثلا، ما حد لا ياخد حاجتين ثلاثه اقدر انجز، لانه مش هينفع غير السرعه والانجاز، لانه الامور صعبه يعني. فبالتالي ده مش فارقه معاك، يعني تقدر تنفذ فكرك ايا كان الرئيس اللي هيجي منه. انا هطرح فكري على المجموعه اللي بتبقى موجوده، واتصور انه لو حاجه لمصلحه النادي ما حدش عارضها، لان كل المترشحين هدفهم نادي الزمالك. كابتن حسين، كابتن فاروق، دول كباتن النادي، يعني دول ليهم تاريخ كبير جدا في النادي، فليهم طبعا كل الاحترام والتقدير. فانما مين هيختاروا الناس؟ انا ما عنديش حسبة مع حد ضد حد. انا هدفي المكان، وعندي القدرة، والدليل انا اشتغلت معاهم على مجلس الادارات، فده طبيعي اقدر اتكيف مع الامر. انه كل مجموعة ليها طريقة شغل، اقدر بفضل الله ان انا اتعاون معهم بشكل كويس. يعني لان انا مش صدامي،
ولو علاقتك جيده بالكل ما فيش عندك مشاكل مع خالص خالص خالص. توقعاتك ايه للانتخابات من ناحيتك انت، مش هقول بالنسبه العام، يعني انت توقعاتك انت لنفسك ايه، وهدفك اللي انت التارجت اللي انت حاطه من الانتخابات لو حصل هتكون راضي عن نفسك في اول تجربه انتخابيه ليك؟ اتمنى النجاح، ولو ما نجحتش مش هتأزم خالص. يعني انا الموضوع بالنسبه لي بقول لك انت رايح تخدم حاجه انت بتحبها. كل الـ 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 الامور والملفات اللي انا اشتغلت عليها في البرنامج حتى مع بعض الجهات الاخرى الخارجيه او شركات أو لو الناس اللي موجوده محتاجاها تفضلوها عن طيب خاطر، ولازم الامور اللي تنجح كل الناس بقى تدعمها. نتمنى ما فيش طعون، نتمنى انه اللجنه المكلفه حاليا بتسيير الاعمال في النادي واداره العمل جوه النادي، نتمنى انها تبقى مطمئنه تماما ومن مدى قانونيه اجراء الانتخابات، لانه في كلام كتير ظاهر مثلا على مواضيع القيمه المضافه وهكذا. فمن فضلكم حصنوا العمليه من اي طعون علشان خاطر تجين مجلس يقعد 4 سنين يعبر بالنادي من ازمته. وعلى فكره هي ازمته مش كبيره للدرجه، بس هي فيها تفاصيل كتير محتاجه تتعالج بشغل وصبر. لو لم توفق في الانتخابات واستعانوا بيك مره اخرى سواء في مجال التسويق او في مجال التعاقدات، ترضى ولا انت شفت انت تخجل وسط المرحله دي وخلاص بالوقت انت في السلك الاداري وعايز تكون هدفك القادم التحضير للانتخابات القادمه مثلا من دلوقتي؟ مش شرط تبقى موجود يعني بشكل ان انت جوه الهيكل الوظيفي، ممكن ادعم واساعد من بره، لانه انا شايف ان انا دلوقتي في مرحله اخرى، يعني عندي حجم من الخبرات، لان بس خبراتي مش في مجال الرياضه. بتهيالي النادي ممكن يبقى محتاج حد عنده خبرات متنوعة سواء أنا أو غيري، فهم قصدي؟ ما يبقاش كل خبراتي في اتجاه واحد. يعني أستاذ شريف، فرضا إن وفقت إن شاء الله في الانتخابات وحتختار ملف تكون أنت المسؤول عنه في المجلس المقبل، حتختار ملف يكون إيه هو الملف ده وتوعد فيه بإيه؟ وهم حاجتين، جزء خاص بالجزء الرياضي طبعا اللي أنا عندي فيه خبرات، جزء خاص بالأعضاء. الجزء الخاص بالشق الرياضي لازم يبقى فيه اداره تعاقدات للنادي لكافه الالعاب، لان احنا حتى على مستوى الالعاب الجماعيه عندنا مشاكل، في لعبة بتيجي وتمشي وما تاخدش فلوسها في الطايره وفي السله وفي الهاندبول، لازم يبقى فيه اداره كامله. وبحكم الخبرات اللي عند الواحد بامر الله نقدر ننظم ده بشكل منتظم، عوده ايمج الزمالك بشكل طبيعي او سليم حقيقي، تعديل صوره الزمالك قدام الاتحادات الدوليه لانها بقت في مشكله في اغلب الالعاب، لان انت عندك مثلا اجانب في السله والطايره واشتكوك، فده لازم تحرك فيه سريع. والحمد لله الواحد عنده يعني نتورك محترمه مثلا جوه الفيفا، نقدر نروح ونقعد مع الناس ونوضح الصوره ونخلص امورنا بشكل طبيعي، لانه ما يصحش ان احنا نبقى اسمنا بيتردد هناك كتير، اسمنا يتردد هناك في الحاجات اللي فيها امور ايجابيه طبعا. الحاجه الثانيه اللي بالنسبه للاعضاء، انا بتمنى ان انا ان شاء الله يا ربنا وفقني في القصه بتاعه الخدمه الطبيه للاعضاء. اولا انت ليك دور اجتماعي كنادي، دورك الاجتماعي ده لازم تهتم باعضائك، وفي نفس الوقت انت بتخفف على الناس امور، هو مثلا هو موجود في نادي، فنادي هو اللي بيعالجه ونادي هو ده احساس، لازم اربط العضو اكتر بالنادي، لانه ما ينفعش مثلا في خلال ايام الاسبوع تبقى الدنيا الكثافات قليله، لا انا محتاج طول الاسبوع الناس ترتبط بالنادي جدا ويجيبوا اولادهم. دول اهم حاجتين بالنسبه لي. يعني اخيرا لو تحب توجه رساله لاعضاء نادي الزمالك ولجماهير نادي الزمالك. انا بشكرك الاول يا احمد جدا على الاستضافه، وبقول لجمهور نادي الزمالك ان شاء الله كل اللي جاي نادي الزمالك خير، كل الناس المترشحه اهدافها جيده واهدافها وناس محترمين جدا، اختاروا اللي انتم شايفينه انه يقدر يحقق لكم الطموحات بتاعتكم. طموحات جماهير الزمالك والجمعيه العموميه نادي الزمالك كبيرة جدا وتستحق المجهود. إن شاء الله كده نشوفكم يوم 20/10، ولو أنتوا شايفين أن أنا أقدر أساعد أو أخدم أكيد ده هيشرفني ويزيدني شرف. لو أنتوا شايفين ناس تانية كلنا هنكون وراهم بإذن الله، وبشكركم جدا. أستاذ شريف بنشكرك جدا على تلبية دعوتنا وان انت كنت موجود ضيفنا على فنبول تف عزيز، ربنا يخليك، وان شاء الله يعني بالتوفيق لحضرتك وبالتوفيق طبعا لكل المترشحين في الانتخابات المقبله، ويجي يكون مفيد جدا. شكرا كمان لكل المشاهدين، وان شاء الله هنكون مستمرين في استضافه
اغلب المرشحين نقدر نستضيفهم باذن الله. وشكرا لمصطفى عشان تعبناه معانا. وشكرا لمصطفى. شكرا مصطفى وشكرا لكل المشاهدين.